والحديث عن الأوضاع الميدانية في سوريا ينضم إلينا عبر الهاتف من ريف حلب الشمالي المتخصص في الشأن السوري صالح فاضل. سيد صالح، مرحبا بكم. يعني حسب الأخبار، هجوم جديد لمسلحي تنظيم الدولة على مواقع لميليشيا سوريا الديمقراطية في منطقة الجعابي. بداية، كيف يمكن قراءة هذا الهجوم وتوقيته؟ حقيقة التوترات أحيانا هي تكون توترات مفتعلة. كما نعلم أن قسد قوات سوريا الديمقراطية هي منظمة مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنظمة داعش الإرهابية أيضا مرتبطة بأطراف استخبارية دولية وربما استخبارية إقليمية. هذه الصراعات ستتطور قليلا لأجل إنضاج حل في تلك المنطقة بعد هدم وقتل وسيلان نهر من الدماء. طيب سيد صالح، مبرر أن يقصف التحالف مجموعات تنظيم الدولة، لكن هذا الشيء ربما يعني يجانبه شيء من الصواب، لكن هل هناك إرادة غربية حقيقية بالحفاظ على ميليشيا قسد ومسكهم الأرض خاصة في تلك المنطقة سيد صالح؟ لا أعتقد إطلاقا أن تبقى قسد في هذه المنطقة بهذه العقلية، ولكن من الممكن إنتاج منطقة إدارية موالية للولايات المتحدة الأمريكية ترضي بعض عملائها من التنظيمات الإرهابية. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقارن مصالحها بين الميليشيات قسد القومية العنصرية، نعم، والدولة التركية، قولا واحدا ستترجح مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مع الدولة التركية، وما عملاء قسد وداعش وغيره إلا أحذية بأرجل الغرب تغيرها وتحركها حيثما شاءت. سيد صالح، نظام الأسد يواصل تدمير بيوت مهجري بسيمة وعين الفيجة في ريف دمشق الغربي. لو وضعنا الصورة جنبا إلى جنب، هل تعتقد أن النظام سيرضى بتقاسم النفوذ؟ حقيقة الذي يقوم بهذه الأعمال ليس النظام، وإنما شكلا النظام، وإنما هي ضغوط إيرانية ومن حزب الله وأذنابهم في المنطقة لتغيير البنية الديموغرافية للمنطقة. الأسد لم يعد يحكم سوريا. أحسن التقارير تقول أن هناك بقي من الجيش السوري 20,000 مقاتل، أما الذين يتصرفون بالشأن السوري الطائفي هم ميليشيات إيران وميليشيات حزب الله وأذنابهم. لو يعني يكون النقاش عن تقاسم النفوذ وربما يصل الأرض إلى تقاسم الأرض، أنباء تتحدث عن اتفاق الجبهة الوطنية للتحرير وأيضا هيئة تحرير الشام لوقف التوتر بمناطق غرب حلب. ما تبعات هذا الاتفاق على مستوى الفصائل، على مستوى النظام وحلفائه؟ بكل أسف كافة هذه الاتفاقات في المناطق المحررة هي اتفاقات هشة، ما تلبث أن تتكرر القتال مرة أخرى. مسألة هيئة تحرير الشام لا يمكن أن تبقى بحالتها العسكرية في المنطقة، وإنما ستحل نفسها بنفسها سلما أو حربا. وكل الميليشيات في هذه وكل القوات الثورية أيضا ستحل نفسها وتندمج ضمن جيش سوريا الوطني القادم، ولا يمكن للحالة السورية أن تستمر بهذا. هذه حالة مؤقتة، ومن خلال تجاربنا السابقة أن كل الهدن وكل المصالحات مع هيئة تحرير الشام، بل أحيانا حتى مع الفصائل بعض البعض، تنقلب بعد أيام أو شهر وهكذا، ويعود القتال من جديد. حل المسألة السورية لا يمكن أن يستتب إلا بإسقاط النظام الطائفي القذر وأذنابه حتى تنحل المشكلة، تحل المشكلة السورية برمتها. أما الحلول الترقيعية تبقى ترقيعية ولا يمكن أن ترقى إلى مستوى الحل بهذه الطريقة. من ريف حلب الشمالي المتخصص في الشأن السوري صالح فاضل، شكرا جزيلا لكم.